هذا يقول نرجو التنبيه على أمر يحدث في المساجد، في الحرم وفي المساجد، وهو كثرة الكلام. كثير من الناس ما يحترم المساجد، وإنما يجعلها مثل الشوارع، ما همه إلا الكلام والقيل والقال والضحك غير ذلك، ويضيع الأجر والثواب الذي وعد الله به الذين يعتكفون في المساجد ويشتغلون بذكر الله. فإذا كنت في المسجد فعليك أن تحترم المساجد وأن تشتغل بذكر الله. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. المساجد إنما بنيت لذكر الله، فإذا جلست فيها فاشتغل بذكر الله، ولا مانع أنك تتكلم مع أحد للحاجة، كلام للحاجة لا بأس به إذا كان كلاما غير محرم وهو للحاجة، يعني بشرطين: أن يكون الكلام غير محرم وأن يكون للحاجة، لا بأس. أما أن تتكلم من غير حاجة وإنما لتقطيع الوقت فقط وللضحك والمزاح، فهذا لا ينبغي في المساجد، لا في المسجد الحرام ولا في غيره.